ويعد التدخل الإيراني في سوريا واحدا من أبرز الأمثلة التي تعكس الأهداف الخبيثة التي يضمرها النظام لمستقبل الشرق الأوسط. فمنذ بدء الأزمة في سوريا سعى النظام لاستغلال الأوضاع المضطربة في البلاد لتنفيذ مشروعه التوسعي الذي لطالما حلم بتنفيذه منذ أن استولى نظام الولي الفقيه على ثورة الشعب في عام 1979. وبعد محاولات استمرت لسنوات طويلة تمكن النظام الإيراني من فتح ممر استراتيجي يؤمن دعما بريا من طهران لميليشيات الإرهاب في العراق وسوريا ولبنان. ويبدأ الممر المثير للجدل من العاصمة طهران ليخترق الأراضي العراقية وصولا إلى سوريا ولبنان. ولطالما عبر المجتمع الدولي عن قلقه من استغلال النظام الإيراني الأزمات في المنطقة لتحقيق أهدافه وبسط سيطرته على الشرق الأوسط تنفيذا لحلم ما يسمى بتصدير الثورة الإسلامية الذي نادى به الخميني بعد استيلائه على ثورة الشعب عام 1979.